تتعرف، والباقي كله معناها سيلو تابو، معناها كله مسكوت عليه. توا ثم معناها فهمتني اوفر دوز، معناها فهمتني لما جرعه زايده من الحريه، الناس كله لا تتكلم ولا تظهر للعيال، وحتى واحد ما عادش يخبي ولا ثم كما نقولوا احنا نوع من الشفافيه، وخاصه مثلا الجهاز الامني ولا اكثر معناها جراه فهمتني يتحدث معناها على حاجات اللي كان ما يتحدثش عليها البارح بالايام، فهمت معناها حاجه سبوره كحل الامن، لا سبوره كحل اي مواطن ومع احتراماتي سي محمد ويعرف معناها سي محمد كان سبوره كحل ما تعرفش سماش ما دماش. دونك توا الامني معناها بالحق بيتصالح مع ذاته وتصالح مع المواطن التونسي الى درجه انه معناها كل حتى التحركات نتاعو والعمل نتاعو ولات واضحه للعيال، ما عنده ما يخبي. اي ثم معناها حاجه باش نفكوها يقول لكم فككوها، معناها وشبكات الدعاره قادرين راهم يفككوا فيها. انت راهو بالنسبه كان نرجعوا احنا لموضوع الجنس ولا موضوع السياحه الجنسيه، راهي في تونس راهي قديمة برشا، معناها موجوده من العهد العثماني راهو ولات معناها في صيغه قانون او يعرف القانون، معناها تجدد في 30 ابريل 1942 في عهد الحمايه، ولا قانون ينظم الشيء هذا. علاش ينظم الشيء هذا؟ باش ما تكونش فوضى، باش ما تكونش عصابات، خاطر قبل كانت عصابات هي تسترزق، تعرف انت تدخل معناها في عمله مش معناها فلوس معناها كي تراب معناها بالمليارات، معناها ممارسه الجنس هذايا ولا السياحه الجنسيه ماهيش. احنا كمجتمع هي ظاهره موجوده كبيره، احنا كمجتمع كيفاش نجموا نتصدف؟ هو مسؤوليه اسره الاسره التربويه والامن ومجتمع مدني في الشارع، على خاطر الشارع ولا نجم نقولوا يخوف برشا اولياء يقولوا الشارع توا ولا يخوف، ما عادش نخلي صغاري الستة نتاع الليل تلقاها ما عادش جات الستة نتاع العشيه بالنسبه لي البركه جات. نحن كمجتمع نجيك المسؤوليه الامنيه تشي اللي تحب تتكلم في المسؤوليه الامنيه، لكن مجتمع عقليات، فما عقليات لازمها تتبدل شونجمون كامل. شوف هو راهو ماهيش مسؤوليه فرد، هذا يدخل في اطار العمل الشبكي، معناها كل واحد هنية يلزم تكاتف الأطراف الكل. شوف الدولة معناها بكل مكوناتها، معناها بكل مقوماتها، بكل هيكلها، بكل مصالحها، المجتمع المدني زاد، المجتمع المدني معناها الجمعيات الأهلية والمفهمتة هذوما كل، وزاد الأسرة، الأسرة اللي هي دور أساسي، يلزم معناها ساعة العملية تنطلق من الأسرة. المشكلة اللي الأسرة هي المتخلية توا، الأسرة معناها تقول لك فهمتي دبر ما عادش نجم وانا صغيري، هاك تشوف معناها شفتو صغار تقول لك انا صغيري ما عادش نجم نحكم فيه، ما عادش نجم نحكم فيه، تعطيه معناها الروضه والكاردوري وتعطيه للمدرسه وتعطيه للبون وتعطيه فهمت. دونك المراه والراجل ما عادش قادرين على فهمتي تطير ابنائهم ورعايتهم، دونك المشكله من الاسره، هنا دورنا احنا، يلزمنا نوعيو الاسر، يلزمنا نعملوا على الاقل معناها فهمتي دي بيرو نتاع كونسلتاسيون، مكاتب استشارات عائليه، باش نجموا نرجعوا الادوار اللي تفقدت، خاطر الادوار معناها دخلت بعضها في الاسره. هيك المشكله معناها فهمت، هذا اضافه الى كل مكونات المجتمع لازم تخدم بالتعاون وبالتجاوب وبالتنسيق. نحكي له قلت له شنو المسؤوليه الاسريه التربويه والامنيه، يظهر لي مستحقين برشا دعمتهم. بالنسبه لينا مدام مروه كي نجيو نشوفوا بعد الثوره تشوف النسبه نتاع قضايا سواء الشبكات نتاع الدعاره ولا المخدرات كانت بشكل كبير، المؤسسة الأمنية تسترجع عافيتها وهي تنقص، احنا نقدمه وهي تنقص. علاش؟ كي نضربوا الاول الثاني اللي في يده حجره يطيشها، كي نضربوا الاول الثاني اللي في يده حجره يطيشها. انت كي تجي تشوف بعد الثوره برشا قضايا المخدرات اللي تشدت واكثر من اللي تشدت، والناس تحكي في القهاوي عادي على المخدرات ولا على كذا، بعد من بعد احنا عمال المؤسسه الامنيه ترجع الدوريات تتكثف، بدينا نعملوا اول الثوره كنا نعملوا دوريه فيها 5 كراب شرطه مع بعضهم تشوفوها، ما ثماش كرابه وحدها، بعد ولاو 3، بعد ولاو 2، بعد الثوره هي تفاقمت برشا الظواهر اللي يمكن تخل بالمجتمع، لكن يظل انتم دوركم. قلت لك انا بعد الثوره المؤسسه الامنيه مرت بمرحله نتاع تراجع. عودنا احنا رسكلنا امورنا ورجعنا باش نسيطروا على الميدان، كنا نخرجوا الدوريات في شكل كورتاج بيشوفوها المواطنين 6 و7 كراهب مع بعضهم. في الحاله هي وقت ما بدينا نخدموا 6 و7 كراهب كنا ساعتها احنا كي نمشيو نبداو قاعدين مع اصحابنا في القهوي يحكيوا لك اصحابك الزطله يحكيوا عليها عادي. بدينا من بعد المؤسسه الامنيه تسترجع قوتها ولاو يمشيوا 3 كراهب برك دورية ولات فيها 3 كراهب، بعد ولات 2، بعد تو ولات دورية مركز مثلا مركز باب بحر ولا مركز سوق الزيتون ولا مركز محارزة، دورية تدخل مرجع النظر كامل ومسيطر عليه والدور وحدها ومعززين هالوحدات. في الحالة هذه المخدرات القضايا متاع المخدرات تراجعت تو قاعدين يتراجع.
بالنسبة لشبكات الدعارة هذه تتراجع بشكل كبير، لأن المؤسسة الأمنية استرجعت عافيتها ورجعنا نخدمه. بالنسبة ليهم توا العصابات متاع المخدرات ولا متاع الدعارة، يعرفوا هما المؤسسة الأمنية قادرة على ضربهم، اللي في يده حجرة طيشها توا. احنا ماذا بينا المؤسسة الأمنية تتعافى 100%، احنا توا متعافين 100%. توا احنا بالنسبة لينا سيطرة وتلقى على مرجع النظر. في ظل التجاذبات السياسية في ظل الفترة هذه اللي ما تسمى بالانتقالية، ماذا بينا احنا بالنسبة للمؤسسات المؤسسة الأمنية تخف على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية. احنا بعاد على السياسة، احنا عندنا حاجة برك نخدموها هي العالم والمواطن. شكون يحكم وكيفاش يحكم موضوع ما يعنيناش، المهم يطبق القانون. هيك هي معنى المصالحه راي معنى المصالحه الامنيه، معنى بالحق يلزم يطبق القانون، فهمتني؟ بحذافيره القانون يعلى ولا يعلى عليه. معنى انسان اخطا فهمتني يلزم يتعاقب، انسان لم يخطا فهمتني يلزمنا نعاملوه معامله انسانيه زاد. هما حتى زاد في الجوانب هذيه، حتى المخطئ يلزمهم يعاملوه معامله انسانيه. هذه ربما نعرفش الجانب هذا يا سي محمد. اصحاب القانون قاعدين يطبقوا في القانون معناتها بحذافيره، خاطر الناس كما قالوا ساعات يدخل من هنا يخرج باب اخر. موجود هذه يا سي محمد. ها مش نقولك علاش، راهو بالنسبه لينا على الاقل نحكي لك، انا خدمت برشا كارير عدلي، راهو ساعات القضاء ولا الباحث باحث البدايه سواء في مركز الشرطه ولا في الحرس، راهو ما يتوصلش باش يلم جميع القرائن والادله اللي الدين المتهم. وثاني حاجه احنا عندنا دوبل رول، راهو في البحث، راهو البحث كنوجهوه بقدر ما نسعاو باش نثبتوا براءه، باش نثبتوا ادانه المتهم، راهو يلزمنا نسعاو باش نظهروا له حقه نثبتوا براءته. معناه مش دورنا كان يلزمنا نثبتوها عليه السرقه، واللي هي اذا كان ثم خطيه نثبتوا له براءته زاد. علاش يقول لك فهمني ولا ها وخرج مثلا؟ نخرج علاش؟ يكون معناها اركان الجريمه ما هيش متوفره ناقصه. ساعات كباحث بدايه انا نبدا متاكد، انا خدمت برشا شرطه عدليه، نبدا متاكد اللي السيد سارق وهو بيدو لسرق الدار، لكن ما نوصلش باش نلملوا اللي زرقموا الكل ونعيشوها. لكن ساعات سي محمد الاجنبي السائح المواطن العادي البركاجات موجوده، السرقه موجوده، هيكم واضحين عندكم قضايا واضحه. لحظه بركه يصير البركاج ويمشي وفي خبري كان السائح ولا المواطن والامن مازال ما وصلش. لا بالنسبه لي نخزر لي بالنسبه لسيرتو مثال اللي يتعرضوا له السياح للأجانب الليبيين ولا حتى التوانسة، هو النطرة النشل السرقة بالنطرة. بالنسبة لنا عندنا منظومة أمنية متكاملة، المركز ما هوش يخدم وحده، المركز يخدم تحت منطقة، المنطقة فيها فرق اختصاص، والسيد رئيس منطقة يعمل اجتماع تنسيقي بين رؤساء المراكز ورؤساء الفرق، ويصير أمر عملياتي وخطة أمنية ونتصدوا لها الظاهرة هذه. بالنسبة للنشالة كما قضايا المخدرات براتيك ما ولا السرقة من محلات مسكونة، مش يسرق لولا الثانية الدار لولا الثانية الثالثة ومش يتشد. بالنسبة للنشلة مش ينشل مرة اثنين ثلاثة أربعة ومن بعد مش يتشد هو والسيغي اللي شرى من عنده واللي فر واللي ذوب الذهب حقهم سيكنات هيك اللي تنشل لهم مرة واثنين وثلاثة، معناتها لهنا مش لوم عليكم سي محمد، لكن راهو فما برشا عبيت تضررت تقول لك باهي انا هاني مشيت فيها، معناتها شو انا نعمل؟ معناتها يلزم حاجات ردعيه من قبل حتى ما تصير. توا في هولندا السجون تسكرت ما عادش فما مجرمين، معناتها نصاب نوصلوا معناتها الفتره كيما هكا. مروه بالنسبه لنا راهو باش نكونوا واضحين، راهو مش كان المؤسسه الامنيه اللي أكيد. عليها أكيد. عاتق احنا لكن الخطه الامنيه ضروريه جدا. احنا عندنا دور وقائي ودور زجري كما قلت لك. احنا كي راهو الصباح بالنسبه للسيد مدير الاقليم كي يبدا في بيروه راهو قدامه مرجع النظر كامل، يقول لك هنا عندي دوريه امن سريع، هنا عندي دوريه شرطه عدليه، هنا كي تشوف دوريات الامن السريع كي يخرجوا معناها تلقاهم مسيطرين على مرجع النظر كامل ومتمركزين في مرجع النظر كامل. تبقينا ثم ستري نورمال، مش تلقى ولد ولا زوز على فيسبا كما قلت لك، مش ينطر ساك. راهو حتى اذا انطر الساك الاول والثاني والثالث راهو بالنسبه لنا مش باش يمنع، لانهم الناس هذا مش يتشدوا معروف،
سواء في سوسة في تونس في فرنسا في أمريكا، هالنطارة بتاع مش يتشد علاش؟ حتى هو بيدو انطر لازم تلعب بيها عجلة البسبة ويطيح، مش هدوش البوليسية مش ينقزوا عليه المواطنين. عملنا دراسة مقارنة بين تونس وهولندا، ما تنجمش تقارن علاش؟ على خاطر عندهم اليقظة هذيك. اش معناها اليقظة؟ عندهم لابي دو تيرفاسون ماهيش مسؤولية أمن برك، راهي مجتمع كامل، مجتمع كامل، مجتمع الوقت اللي راه حاجة معناها مخلة ولا حاجة معناها ما تتمشاش ولا عباد قاعدة تنطر ولا عباد حتى تلوح بالزبلة، فهمتني؟ يشعروا عليها معناها يكلموا هزوا تليفون ما عندناش. وهذا اللي نحبوا نوصلوا له سي سمير، على خاطر عندنا سياحة مميزة. صفاقس ماهيش منطقة سياحية كبيرة اللي قال عندها بحر، كان حتى معناتها ما جاوش للاستشفاء او للتطبب او للاعمال، تو يدخل لنا فلوس من شيء اخرى. معناتها لهنا يلزم اليقظه الاجتماعيه والامنيه باش نحافظوا على سياحنا اللي يجيو، باش نحافظوا على سمعه صفاقس، باش نحافظوا على وليداتنا، باش نجموا نبنيو مجتمع يحافظ على سياحته. نحبوها السياحه ما تدخلش المساوئ بقدر ما انها تدخل المحاسن. تنجموا نعاود نذكركم، تنجموا تفاعلوا معنا على رقم 74 621 607، تنجموا تدخلوا معنا طرق التوعية والإحاطة بأبنائنا اللي نجموا يكونوا وصلنا باليقظة الاجتماعية. شنية طرق التوعية والإحاطة بالأبناء نتاعنا في مجتمعنا؟ بالنسبة لطرق التوعية والإحاطة بالأبناء تبدأ في السنوات الأولى من العمر، هي في عن طريق التنشئة الاجتماعية، نعبر عليها بالفرنسية لا سوسياليزاسيون. دونك هنية معناها فهمني دور البو الأم فهمتني في تربية الصغير نتاعهم، معناها في خلق النشأة هذية وفي فهمتني تشبيع النشأة هذية، معناها فهمتني ونغرسوله في مخه معناها الحاجات القيم اللي تفقدت. احنا توا نعيشوا في أزمة قيم وخاصة في الأسر، وثم مبدأ ديما نقول أنا نقول يجب علينا تربية الآباء قبل تربية الأبناء. احنا الاباء هما بيدهم معناها مندفعين ومتورين وما همش ريسبونسابل معناها غير مسؤولين فهمتني. دونك ما تجيش تطلب منه معناها باش يخرج لك نشا باهي. دونك هنية معناها مراجعه تاع منظومه قيميه قبل كل شيء، ثم بعد ذلك واجبنا فهمتني الاحاطه داخل الاسره وفي السنوات الاولى معناها في المراحل الاولى، لان الصغير في المراحل الاولى راهو يتحفر له في الذاكره نتاعو فهمتني، خاطر اذا تجاوز معناها مراحل معينه دونك ما عادش تنجم معناها تولي يصعب عليك صغير وما تعادش تنجم معناها ترعاه وتأطره يهرب عليك. دونك التوجيه والرعايه والتأطير يلزم السنوات الاولى من عمر الطفل فهمتني، هذا مع تلبيه احتياجاته وفهمتني معناها والاستجابه من متطلبات طفلك معناها بالامكانيات اللي عندك، راه مش مطالب باش تشري مثلا كيما نقولوا احنا صبات سينيه راه ب 100,000 و200,000 و300,000. دونك تستجيب ابسط حاجيات الاطفال. احنا مشكلتنا البعض من العائلات ثم عملية إهمال كلي معناها فهمني، يرضى أبوه يسكر ويتكيف ويقمر ولا فهمني ولا يمشي يعمل مسويات كورة وما يرضاش، معناها يقول لك لا وقت اللي يجيب يشري مثلا الابن بار اكزومبل معناها حتى سبيدي من الفريق يقول لك لا أنا ما عنديش فلوس فهمني، وأون كونتر بارتي يعمل في كل الموبقات معناها فهمني شراب ودخان والفساد الكل يعمل فيه، وكي يجي معناها في مصلحة أبنائه ومن بعد يقول كيفاش بنتي ولا ولدي طلع هكا. حاجة أخرى الخلافات الزوجية والصراع والخصام الموجود في الأسر فهمني، هكا راهو ينظر معنا نذير خطر وتسمى مؤشر بتاع خطر بالنسبة للأطفال، الأطفال اللي هما في سن حساسة. دونك هنية معناها الخصام والشجار والعرك المتواصل فهمني والصراع داخل الأسرة ماذا بينا فهمني نبتعدوا عليه قدر الإمكان ونحافظوا على أسرة متوازنة، أسرة معناها على الأقل فيها جو من التحابب من الإخاء من الاحترام من تبادل فهمني. أنت ما تجيش تلوم انت تقول في كلام النبي كلام الخايب لمرتك والولاد حومتك والجيران وتحب صغيرك فهمني، صغير راهو يكبتي تصور انت معناها في معاملتك اليوميه مع زوجتك والا مع ابنائك تعمل فيها هي مدرسه الاولى اللي باش تطبقها في الشارع. معناها المدرسه الاولانيه هي الاسره، هي الخليه الاساسيه، هي بالحق الوحده اللي تكون منها المجتمع. دونك انت باش تنتج معناها صغير شبه منحرف بعد ما تلوموش كيولي منحرف. دونك هنية طرق الوقاية فهمني والحماية والرعاية تبدأ من البو والأم درجة كبيرة، ثم بعد ذلك تنتقل للمؤسسات الأخرى. ما نحطوش كهنا على كل للمؤسسة الأخرى ونعمل استقالة كلية. احنا كأولياء احنا راهو من واجبنا حتى قدام ربي هاكي أمانة الأبناء نتاعنا يلزم وسطهم البر الأمان. أول ما نزرعوا فيهم فهمني هي منظومة القيم احترام معناها فهمتني مبدا احترام الكبير، مبدا احترام معلم، مبدا احترام مثلا وحش الزبله، تحترم جارك. ثم حاجات احنا عندك ترى واحد معناها تقول له يلوح قدام دار جارك معناها تشجع الام انا راه في امهات واباء معناها يشجع حط زبله قدام دار جارك ما يصيرش حطها قدام دار هيك.
فهمتني؟ هذا إضافة إلى مثلا يجي جاره ويسمعوا الكلام، فهو باش يجي يلهيه يقول له لا ما تعمل شكر معناها ما هو إلا جارك وأكبر منك. فكما قال سي محمد معناها يرد عليه اللوم بعد يقول لك تعاش تعمل في ولدي هكا. واضح به. معنا سي محرز عبر الهاتف حاب يدخل معنا. أهلا وسهلا بك سي محرز. مرحبا بك. مرحبا بالضيوف نتاعك. أهلا وسهلا، تفضل سي محرز. زيد فضلك، مرحبا قلت لك بالضيوف. وبيك عايشك، شكرا لك. الله يخليك. قلت حبيت نعمل مداخلة جيست على عملية النقل وكذا. أنا أول حاجة يعرفني زميل زميلة في دمنا خاطر زميلة بنخدم في المحمل. في سقف. حبيت برك نذكر أنا أول خطر المجتمع هو قالها سيد قال المجتمع هو يتحمل مسؤولية بالرسمي احنا نتحمل مسؤوليتنا خطر احنا ساعات نبدو نشوفوهم وما نبلغوش عليهم ما نديكلاروش عليهم المشكلة أخرى اللي معناها حتى كيف يدخل حتى كيف يوقفوه يبدو الناس كلها كي يقلب عليه الدنيا لا يزم يخرجوه هذه أنا واحد من الناس أنا اللي يعمل يخلص فهمتي المقصد هو تو هو يعرف تو هو معناها بقوة تنفيذية هو يعرف السيد معناها معك بالنسبة لنا يلزم عملية ردع قوية برشا فيها الأمور هذه ويلزم حتى المجتمع يتحمل مسؤوليته. لازم تطبيق القانون وتحمل المسؤولية والتبليغ واضح سي محرز شكرا لك يظلي أكثر حاجة تنجم تعاونكم سي محمد أنه يجيكم بلاغات أنه إرشاد معناتها احنا بالنسبه لنا تم برشا مواطنين بالحق معناها متعاونين ومتثقفين يعرف اللي هو كيعاون الامن باش نشدوا نشال ولا نشدوا سارق ولا العقليه نتاعها وقواد حاشاك وكذا يلزمها تتفسخ هو راه المواطن كي يجي يتعاون مع السلطه الامنيه راه يحمي في روحه راه كيما تتنشل انت غدو مش تتنشل مرته كيما تتسرق دار السيد اللي تعدى هو ما غير ما يعدي المعلومة للقاعة العمليات متاع الشرطة المرة جاية السارق مش يتعدى لدار تو بالنسبة للعقلية متاع المواطن التونسي بالحق تبدلت بدأت تتبدل سيرتو بعد الثورة بعد ما تصلحت العلاقة ما بين رجل الأمن والمواطن ولا تم تجاوب كبير ما بين عون الأمن والمواطن تبقينا كما قال سي محرز تم إشكالية كبيرة احنا نشدو شدوهم داير شدينا برشا احنا سراق تشدوا من بعد تمشي بوه وامه للمتضرر ما يخرجوا له من داره كان ما يجي وسقى الدعوة هذا كان ما جاش بو الموقوف ويجيب لنا ورقة مصححة في البلدية راهو اللي صرحت به لدى الامن بخصوص السيد هذا اللي انشلني راهو مش هو راني تفجعت في المركز قلت هو وهو ما هوش هو هذا راهو اللي كما قلت انت بكري قلت هاو تشدوه من هنا يخرج من, يخرج من هنا علاش يخرج عندنا برشا وضعيات يجي ويجيب لك يقول لك هذا هو اللي انشلني وراهو بالله مره لبس كذا واحنا نعرفوه اللي هو اللي انشل فهمتني ونخدم المحضر كامل يخرج من هنا يمشي كما قال الاخ اللي كان تو في التليفون يحرق البصمه ما يتهناو الا ما يخرج الا ما يخرج يمشيوا للمتضرر لداره يا خويا كذا وكيفاش تو يمشي يصحلهم في ورقه في البلديه راني خاتيني يا خويا وما صرحتش للبوليسيه هكا ورام البوليسيه كتبوا من عندهم السيد هذا عمره لا سرقني ولا نشلني وراني قلت لهم واحد يشبه له ما قلت لهم مش هو هذا اللي انت تقول لي كيفاش يخرج هذا ساير برشا ساير برشا المتضرر يمشيوا له اهل الموقوف ما يتهناو الا ما ياخذوا لسقاط دعوه ولا ينجم يمشي معاهم للاكثر يقول لهم مش هو جمله يعمل لهم اعتراف بالحقيقه يا خويا البوليسيه كتبوا وحدهم وانا ما نخذوش هو هنا نرجع ديما لعقليه المجتمع اللي تخلي انه المسار يمشي صحيح والا لا يظل لي درجه وعي اللي ثم الحس الاجتماعي لازم يرتفع درجه وعي المواطن بالحق معناها بالمنظومه الامنيه كما قال معناها فهمني العمليه اليقظه اللي يحكي عليها وعمليه التعاون راهي ماهيش قبيله راهي تو سرتو في الظرفيه هذه ما كنتوا انتم قبل معناها مضطهدين ما تحكيوا هكا ولا وكنت ما تنجمش وكنت خوات باهي يا سيدي تو معناها جيل جديد وصفحه جديده تو يا خويا معناها في مصلحتك ومصلحتي انا ماهوش عيب معناها كي نشعر معناها فهمنا رجل امن خلينا نشوفوا سامحني سي سمير خاطر عندنا مكالمات هاتفيه سي حبيب من تونس اهلا وسهلا بك سي حبيب الو سي فتحي تمام اهلا وسهلا بك سي فتحي اهلا بك والله على الموضوع جبت لنا توا على
ال سي فتحي؟ وي تسمع فيا لالا؟ نسمع فيك تفضل. قلت لك يعني الصراخ كي تسرق احنا السياغ عندنا كراسي بتاع عند الحكم ناخذوها من المحكمه ونقيدوا ونبدا امورنا من رجله كل شيء. يعني يجي السارق يعني يبي اما يجينا نظيف ولا السارقه تجي تبدل الاشكال نتاعها واحد سبحان الله يعني تجي في العشرين سنه تجي بيعها هكايا تطلع على غالب ومقيد امور قانونيه وسوم ريزونابل وكل شيء. ما عاد يجيني السارق ونهز انا رجع القطعه نتاعي ونتمرمد يزيد يوقفونا. سامحني سي فتحي لو جست فسر لي معناتها شنو تعمل انت في الدنيا؟ خاطر الصوت متقطع شويه ما سيغي. يظل سي فتحي يحكي على المناسبات اللي سي فتحي قال لك اللي فهمته منه اللي هو يخدم سيغي وعندهم كراسه مرقمه من رقم واحد الى رقم كذا وفيها الختم سواء نتاع الامن ولا نتاع المحكمه. قال لك وكل واحد يجينا يبيع لنا ونشريه من عنده ونسجلوه الا انه من بعد يتم ايقافنا كي يظهر سرق. احنا في الحاله هذه سي با فري اللي نمشيو فيه احنا بار صحيح ثم جريمه نتاع شراء مسروق لكن ثم السعر المتعامل به اذا كانت تلفزه اذا التلفزه هذه تسوى مليون وشراها هو ب 100,000 وثاني حاجة أكثر من هذا ساعات الصيغي يعرفوا السيد اللي جاب الذهب يجيك واحد عمره 20 سنة ومشلط بكله وجايب لك كدس ذهب ظاهر المنظر من جيبها. بالنسبة للأمور متاع إيقاف صيغي يقول كما قال السيد هذا قال يتم إيقافنا وإحنا ما نتصورش كان يتم إيقافهم أكيد يظل فما معنا سي صابر من ساقس. الو الو اهلا وسهلا بك سي صابر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل. حبيت نتدخل في بالنسبه للموضوع الليله فريد الليله. والله بارك الله فيكم ونشكركم برشا على اختيار الموضوع هذا. نشكر الساده الحضور بحضرتك الضيوف الكرام. شكرا لك. اختي والله حبيت ملاحظه صغيره بالنسبه لعشاقنا واخواتنا الليبيه مرحبا بهم فهمتني. واحنا ارض واحده وبلاد واحده وكل شيء ولكن انت ماذا بينا معناتها نحترموا شويه بعضنا فهمتني ونقفوا معناتها ماذا بينا نقفوا يد واحده مع بعضنا ليبيا والجزائر والمغرب وكل البلدان العربيه يد واحده وكنا معناتها مع بعضنا ماذا بينا نقفوا من ظاهرة السلاح والارهاب وال الزنا وتعاطي الخمر والتهريب وسيرتو معناتها ناكد نحط سطرين معناتها تحت كلمه التهريب خاطر من التهريب راهو مع كل الضيوف كن يعرفوها اكثر مني راهي هي اللي توصل برشا حاجه. واضح نحن كمواطنين سي صابر. البركاجات والسرقه والمشاله عندنا برشا ظاهره هذه متحشيه برشا في الساق. شنو هي مسؤوليه المواطن سي صابر؟ انت حبيت تدخل في شنو هي مسؤوليه المواطن؟ انت عندك ترى اكيد نسكن بحذنا اشقاء يجيو للسياحه وغيره، شنو مسؤوليه المواطن؟ انا ماذا بيا نوصل مساج معناتها رساله للشعب التونسي وبرشا معناتها للساقط اهالي الساقط والكامل شراب الجمهوريه وانه نحيو العقلية اللي وأنك تشوف مثلا حتى إنسان قداش من مرة تصير قدامنا مشاكل كإنسان يشد يضرب بنية في الشارع ولا عركة ولا حاجة يعوز يستنجد معناتها بالأمن ولا شيء يطلب حتى إسعاف هكا حالة مرور الحاجة يقول لك لا قوادة نخاف من بعض يطلبون يولي في المشاكل كذا. بالعكس احنا ماذا بينا نحبوا نطوروا بلادنا ونرعاوا الثورة وكذا ماذا بينا نجد وحدة نقفوا الناس الكل مع بعضنا فيها باس معناتها ما هيش قوادة بالعكس تطلعها. أنا واحد من الناس معناتها تساعدني هذه. اوكي شكرا لك سي صابر يعطيك الصحة. بالحق معناها حط الاصبع على الدا صابر كان يسمع فيا اللي هي بالحق لازم تكاتف معناها الجهود الكل بما فيها المواطن. ها واحد من المواطنين على الاقل عبر معناها قال لك انا ما نسميهاش قواده وقت اللي راه معناها حاجه اخلال وراه معناها اعتداء مثلا على بنيه مثلا بالعرق ولا بالضرب ولا واحد باش ينشب ولا باش ينطر ولا باش يعمل معناها عمل معناها فيه اجرام ولا فيه انحراف دونك يزمو يتدخل هنا فهمني المواطن ابار حتى عمليه الاشعار علاش ليه احنا برشا يخافوا يقول لك فك عليا معناها
معناها نتلقى ضربه، فهمتني؟ عندي القدره باش ندافع على انسان معناها فهمتني يتم الاعتداء عليه، والا مثلا في محاوله نشل ولا محاوله سرقه، بوركوا با المواطن فهمتني ما يتجرأش زاد هو ويقف معناها بصحه البدن اذا عنده قدره باش ينجم معناها فهمتني يوقف السيد هذا اللي قام بالفعله هذه. اكيد يظهر لي اجماع تام المواطنين وحتى مجتمع مدني انه العقليه لازمها تبدل شوي. يظهر لي سي سي محمد باش على الاقل انتم تتعاونوا على انكم تنجموا تأدي واجبكم على اتم وجه. هو بالنسبه للعقليه افكتيفمون كي قارنوها بين قبل وبين تو تبدلت، تحس المواطن لا خوف بعد اليوم. لا خوف بعد اليوم يحس بالراحه. بالنسبه للمواطن تو ولا عفويا وواحد يجي معناها باش يعاون لانه مصلحته هو، لانه يعرف اللي المؤسسه الامنيه بصرف النظر انه هي قاعده تقوم بدورها، هو فهم اللي هو كيعاون المؤسسه الامنيه يعاون في روحه ورا المواطن. على خاطر يا اخي احنا شنو، احنا مواطنين توانسه قبل كل شيء. هيك يخدم معلم، هذا طبيب، هذا استاذ، هذا بوليس، بكلنا بالنسبه للبوليس عنده دور اللي هو حمايه المجتمع، يلزم المجتمع بيدو يساهم يسهل على عون الامن القيام بمهامه باش يحميه. باش يحميه، يظل هذه مسؤوليه مشتركه. اليوم حصتنا تقريبا في 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 ظاهرها نحكيه على السياحه الموازيه واهم معناتها محاسنها ومخاطرها زاده ومسؤوليه المجتمع. يظل معايا مكالمه هاتفيه، نقولوا السي لحبيب محمود من ليبيا. اهلا وسهلا بك سي محمود. سي محمود الو سي محمود، سي محمود لو تسمح اسمعنا بالهاتف. اهلا وسهلا بك، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير سي محمود. الو مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. تسمع فيا؟ مساء الخير. نسمع فيك سي محمود، تفضل. اسمع يا اختي، اولا نشكرك على البرنامج. اهلا وسهلا بك. مساء الخير. مساء النور سي محمود، نسمع فيك، تنجم تواصل. اولا نشكرك على البرنامج. واشكر الضيوف اللي معك، الاخوه في الامن والظناي. شكرا. اهلا وسهلا. في موضوع اني المدة فاتت انا كنت في صفاقس. يعني لاحظت اشياء غريبة، يعني المفروض ما تكونش المجتمع التونسي هذا. انا عملي في النشل، يعني حدث في بالذات يوم اظن يوم الجمعة او يوم السبت الماضي قدام مصحة صفاقس الجديدة، عملية سطو نشل لحقيبة مرة ليبية ضاعوا فيها ممكن 3 مليون وأربعة تقريبا على ما يقال، وأربعة جوازات سفر ليبية. ولاحظت أن بالنسبة لهذا الموضوع الأول، يعني لاحظت أن في عملية نشل موجودة يعني. العملية الثانية اللي شفت عملية تسول قدام مصحات في الأطفال الصغار، يعني ظاهرة غير طبيعية يعني. والمشكلة الأدهى من هيك أن باين أن الأطفال الصغار هذونايا يعني وراهم ناس كبار يعني، يعني زي ما يكون ايجار يعيشوا فيهم بعد ما ياخذوا يبين ان يستغلوا فيهم. فاتمنى ان الاثوار هذه ما تكونش. وحقيقه نشكر الشعب التونسي وحقيقه الامن، ونشكر رجال الامن من راس جدير الى تونس كامله، يعني في البوابات في الطرق، يعني نقدم لهم الشكر على مجهوداتهم ونقول لهم مزيدا من الجهد، لان هذا يحمي تونس ويحمي ليبيا في نفس الوقت. شكرا لك سي محمود على التدخل. يظل لي خير ختام انه ختمنا به سائح، يظل لي يجي يشوف في الـ في الـ في الظواهر والمظاهر وكيف كيف يحكي على الامن والتصدي الامني. في كلمتين خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، المطلوب سي محمد في اقل من 10 ثواني المطلوب. بالنسبه لنا نطلب من المواطن باش يتعامل معنا، احنا كمؤسسه امنيه ماناش مخلين من جهدنا ومش نواصلوا بنفس الوتيره ونفس الاصرار على فرض النظام وفرض الامن العام في مرجع النظر، ونطلبوا في المقابل من المواطن باش يساعدنا ويكون متعاون. سي سمير، انا ماذا بيا تكون ثم في صفاقس، اذا نحبوا ننهضوا بجهه صفاقس تكون ثم شبكه
تجمع معناها الاطراف الكل الامنيه الاجتماعيه القانونيه معناها كل المكونات نتاع المجتمع الهيكل كل والادارات والمؤسسات الكل اللي تعمل معناها في مجال كسوة الاطفال ولا الشبان تعمل في اطار التنسيق والتعاون والتجاوب وتعمل شبكه قاره ثابته باش على الاقل اي حاجه تصير معناها اطراف الشبكه الكل يكونوا قادرين معناها فهمني على تطبيق الظاهره واللي حاطه بها فهمني ومعناها والعلاج قبل ما تزيد تنتشر. شكرا لكم ضيافي الاعزاء، نحب نوجه تحيه لفريق العمل اللي اليوم امن لكم الحصه من مصورين ومهندسين صوت، مصورين اشرف لسعد رامي ومحمد علي الصوت، حسني عمر صبري الوليد، محمد علي غزال في المونتاج، اميره مقني عاونتنا، سي حمزه برجب في الاعداد، دحى سويسي إيميل غريب يجي على الفريق اللي معنا، حياة بكار، مختار اليحيوي، وكل الفريق اللي عمل معنا لتأمين حصة اليوم من راجع سدى. إن شاء الله نتقابل معكم الجمعة الجاية في موعد جديد في حصة أخرى تختص وتهتم بالمجتمع خاصة بإصلاح المجتمع في صفاق صغير إصفاق. دمتم على خير، في أمان الله، نتقابل معكم إن شاء الله الأسبوع القابل مع أجمل تحيات من الرقيق، تصبحون على خير.